الثروة الحيوانية في الوطن العربي كنز مهدر. وفي ملف فيروس كورونا أحدث ما توصل إليه العلماء حتى الآن لعلاج المصابين. واليوم ينطلق طواف الإمارات سباق الدراجات الهوائية الأكبر في الشرق الأوسط. برنامج اليوم مع باسل صبري ورؤى ريان. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج اليوم. صباح الخير يا رؤى. صباح النور والسرور يا باسل. خلينا نبتدي بآخر تطورات أخبار فيروس كورونا اللي مش ناوي يسيبنا في حالنا خالص. حالة من الهلع مشاهدينا أصابت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بعدما أعلنت الجهات المختصة سلسلة من الإجراءات الاحترازية العاجلة في محاولة لمنع انتشار هذا الفيروس. هذه الخطوات يا باسل جاءت بعد إعلان إصابة وفد سياحي من كوريا الجنوبية مكون من 9 أشخاص بالفيروس بعد عودتهم من زيارة كانت إلى إسرائيل ومناطق أرضية فلسطينية. وزارة الصحة الإسرائيلية اتخذت قرار بعزل نحو 100 شخص معظمهم من الطلاب ممن تواصلوا مع هذا الوفد مع الوفد الكوري، ودعت كل من اختلط بهؤلاء السائحين إلى إبلاغها، وقالت أنهم زاروا كنائس وزاروا الحرم الإبراهيمي وأقاموا في فنادق بمدن من بينها القدس والناصرة وبئر السبع. من الإجراءات أيضا قرر وزير الصحة الفلسطيني إغلاق كافة المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد الكوري لحماية العاملين فيها وزوارها. يبدو لي يا باسل أنه الوضع قد ما بيعملوا إجراءات احترازية ووقائية إلا أنه انتشار الفيروس ما زال مستمر، وكل يوم بنسمع عن إصابات وأعداد جديدة. هو للأسف الشديد فيما يبدو كمان يا رؤى أنهم يعني لسه ما توصلوش لكل الطرق اللي بينتقل بيها أو ممكن ينتقل بيها الفيروس. يعني ممكن ينتقل عن طريق التنفس أو الجهاز التنفسي زي ما احنا عارفين، ممكن ينتقل عن طريق اللمس سواء ناس يعني بيتصافحوا أو حتى لمسوا أشياء وفي ناس تانيين جم مسكوا الأشياء دي. فيمكن في طرق جديدة لسه ما توصلش إليها العلم لأنه المرض يعتبر جديد إلى حد كبير. اليوم مشاهدينا سنفتح ملف الثروة الحيوانية في الوطن العربي والتي يعتبرها البعض كنز مهدر. في آخر تصريحات للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أكدت المنظمة أن الثروة الحيوانية في الوطن العربي تتجاوز 356 مليون رأس ماشية، مسجلة ارتفاعا ملحوظا عن الأعوام السابقة بعد اعتماد استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة. ولكن المنظمة أوضحت أيضا وأنه على الرغم من هذه الأرقام فإن منتجات قطاع الثروة الحيوانية لا تفي باحتياجات السكان في الوطن العربي، حيث يعاني القطاع من تدني الإنتاجية أو إنتاجية الوحدة الحيوانية وعدم كفاية الأعلاف، فضلا عن اتباع طرق تقليدية في التربية والتغذية الحيوانية في كثير من الدول العربية. وفي ظل الظروف السياسية المعقدة التي يعيشها البلاد، هناك كثير من الأمور التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، ولكن راح نتكلم عن هذه الأزمة في الثروة الحيوانية معك يا باسل. دعونا مشاهدينا نستعرض إنتاج الدول العربية في قطاع الثروة الحيوانية بالأرقام. نجد في البداية أن السودان يتصدر القائمة بأكثر من 100 مليون رأس من الماشية، تشكل أكثر من ربع الإنتاج العربي. في الصومال يصل عدد رؤوس الماشية لنحو 40 مليون، تتنوع بين الإبل والأبقار والأغنام، بينما تقدر الثروة الحيوانية في الجزائر بنحو 30 مليون رأس من الماشية بمختلف أنواعها. في مصر رفعت الخطط الحكومية المهتمة بإنعاش قطاع الثروة الحيوانية، رفعت أعداد المواشي إلى 20 مليون رأس. أما النزاع المسلح في سوريا فطبعا انعكس أيضا على قطاع الثروة الحيوانية، لتسجل أعداد الماشية تراجعا ملحوظا وتصل لنحو 16 مليون رأس في العام 2018. أما الأردن فلديه اليوم نحو 6 ملايين رأس من الأغنام والأبقار والإبل. أما دول الخليج فتشير منظمة التنمية الزراعية إلى أنها تشهد حاليا تطورا ملحوظا في مجال تربية المواشي. ولو توقفنا عند السودان الذي يستحوذ على نحو 30% من الثروة الحيوانية في العالم العربي، شرعت الحكومة الانتقالية مؤخرا إلى تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة الحيوانية. هذه الخطوات تهدف إلى رفع إسهام الناتج المحلي في هذا القطاع من 5% إلى حدود 25% خلال السنوات المقبلة وتعزيز صادراته إلى الدول العربية. وفي ظل الظروف السياسية المعقدة التي تعيشها البلاد، يحاول مصدرو
الماشية سد فجوة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر تصدير أكبر عدد من الماشية إلى الخارج. في سوق الموالح للماشية غربي لعاصمة الخرطوم، أكبر الأماكن لبيع الماشية في البلاد، يكشف لك حالة اليوم حجم التحديات التي يواجهها قطاع بيع المواشي في البلاد بعد وقف التصدير إلى الدول العربية وكثرة الرسوم المفروضة على هذا القطاع من قبل السلطات المختصة. الشغل احنا أصبحت لنا يا هي دفع في الزناسة، كان الصادر واقف أو الصادر ما واقف، دي الحاجة المظاهران احنا في الحيوان ده. يعني شفت الناس دي بيقوا شغالين في المواطن وبقى الدخل بتاعهم بس المواطن، وغلا شديدة أسع بالذات الخروف بكلف في اليوم صرفه 100,000. منذ أكتوبر الماضي توقفت عمليات تصدير الماشية بسبب ما أشيع وقتها عن انتشار حمى الوادي المتصدع، الأمر الذي كلف هذا القطاع التجاري خسائر مالية كبيرة. وأمام هذا التحدي طالب مالكو الثروة الحيوانية بضرورة الاهتمام أكثر بهذا القطاع الحيوي في السودان من خلال العمل على وقف الحروب في مواقع الإنتاج وفتح المسارات للرعاة وتوفير الأدوية البيطرية. مطالبنا للحكومة الصادرة دي تفك يفتح، مطالبنا جبايات الشارع والجبايات بتاعت الشارع دي تقيف. لو شحنت من اللبيض لما انتظر لنا بتلاقيك 30 نقطة 50. أي نقطة ان شايل ورقه كامل ذاته خشيت الا الدخل يدك في جيبك. يتمتع السودان بثروه حيوانيه هائله تقدر بنحو 108 مليون راس من الماشيه، ثروه لا تبدو عائداتها الماديه على الاقتصاد بقدر هذا العدد، اذ بلغت صادرات الثروه الحيوانيه العام قبل الماضي 900 مليون دولار فقط، وهي تشكل نسبة ضئيلة من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي. الحمد لله بجهد الإدارات المختلفة في الثروة الحيوانية والرعاة، السودان خالي من حمى الوادي المصدع، ومشينا للسعودية واتفقنا معه، وإن شاء الله في مقبل الأيام حيستأنف صادر الحيوانات الحي لكل من المملكة العربية السعودية وكل الدول إن شاء الله. ويقول خبراء إن السودان مؤهل لسد فجوة غذاء اللحوم والألبان التي تواجهها بعض الدول، لكنه بحاجة إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي وإدخاله في دورة حياة الحيوان. لا تستبعد الحكومة السودانية أن يكون لوقف صادر الماشية علاقة بتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ولذلك تجتهد في تنفيذ خطة للاستفادة من قطاع الثروة الحيوانية، خطة تبدأ بحل المشكلات في مواقع الإنتاج لاستئناف الصادر في شهر مارس المقبل. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم. ومن الخرطوم ينضم إلينا الآن الصحفي والمحلل الاقتصادي عاصم إسماعيل. صباح الخير أستاذ عاصم. يعني في البداية السودان يمتلك أكثر من 100 مليون رأس ماشية، هو رقم ضخم، ومع ذلك فصادرات قطاع الثروة الحيوانية لا تتجاوز المليار دولار سنويا. أين يكمن الخلل في رأيك؟ شكرا جزيلا. أنا أفتكر أنه الخلل يكمن في السياسات العامة التي تنظم هذا القطاع، ثم أيضا هنالك بعض المتغيرات التي حدثت في السودان مؤخرا منذ العام 2011 عند انفصال دولة جنوب السودان. تناقصت أعداد الثروة الحيوانية في السودان، وأيضا نحن نرجع إلى العام 2007 هنالك آخر إحصاء بالنسبة للثروة الحيوانية في السودان، وما يرشح الآن من أن الثروة الحيوانية في السودان يعني عددها ما بين 109 أو 110 يعني ألف رأس، هي يعني كلها إسقاطات من الحكومة السابقة والحكومة الحالية. لا يوجد إحصاء حقيقي بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية رغم التغيرات الكبيرة التي حدثت، سواء كان في أهم المناطق المنتجة للثروة الحيوانية وهي إقليم دارفور الذي يعني نزح أكثر من 80% من الذين يعملون في هذا القطاع إلى المعسكرات، وبذلك تناقصت أيضا أعداد الثروة الحيوانية في السودان. نعم. الأمر الثاني أيضا يتعلق بالمشكلة بتاعت وزارة المالية والتي تخصص مبالغ ضئيلة جدا لهذا القطاع، ولذلك نجد أيضا هذا من الأشياء التي أدت إلى مسألة تناقص صادرات الثروة الحيوانية، لأن الاهتمام بهذا القطاع اهتمام ضعيف جدا ولا يرقى لمستوى أن الثروة الحيوانية هي التي يعول عليها خلال الفترات المقبلة أو سواء كان من الحكومات السابقة. طيب ولذلك إذن هذه الأعداد. أستاذ عاصم، ما هي ملامح الخطة الحكومية الجديدة التي تبنتها الحكومة الانتقالية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني؟
نعم، نحن نعتقد أن الحكومة الانتقالية يجب عليها أن يكون هنالك توجه عام من قبل الدولة للاهتمام بهذا القطاع، وهي تريد أن تظهر بأن هنالك خطة حكومية للاهتمام بهذا القطاع، ولكن الخطة الحكومية تتطلب أموال كثيرة جدا. نحن نريد أن تكون الخطة الحكومية أو التوجه العام من قبل الدولة الاهتمام بهذا القطاع اهتماما كبيرا جدا، وإعفاء هذا القطاع من الرسوم، وأيضا نحتاج إلى مسألة الاهتمام بالجوانب البيطرية فيما يتعلق بهذا القطاع الهام جدا. ومن الأشياء المهمة أيضا هو تنظيم هذا القطاع. القطاع ليس منظم، هنالك فوضى في هذا القطاع، كل شخص يعمل وفق ما يراه، وحتى الوزير تجده لا يعلم ما يدور في الميناء في التصدير، وما يعلم في الأسواق التي تحيط بالعاصمة الخرطوم. وحول نقطة العلم منطقة الإنتاج بما يحدث المهمة، يعني هناك أيضا الحديث، يعني الكثير من الحديث هذه الأيام عن قضايا فساد في قطاع الثروة الحيوانية، كيف يمكن فرض آليات الرقابة والشفافية في هذا القطاع؟ نعم، فرض آليات الشفافية في هذا القطاع تتطلب إعمال القانون الذي ينظم هذا القطاع، وتتطلب أيضا مراجعة سجلات المصدرين، وتتطلب أيضا مسألة الفساد الذي ظهر في الآونة الأخيرة من استخراج أوراق رسمية من قطاع من وزارة الثروة الحيوانية أو من القطاعات المتعلقة بهذا القطاع، وأيضا دخول بعض النافذين في هذا القطاع، ودخول أيضا الأجانب في هذا القطاع دون أن يكون لهم الدراية بمسألة الصادر، ودون أن يكون هنالك عائد للصادرات بالنسبة للسودان. ولذلك نعتقد جازمين بأن مسألة هذا القطاع تتطلب أيضا الوقوف من الدولة، يكون هنالك توجه حقيقي واهتمام حقيقي من قبل الدولة، والاهتمام أيضا برفض هذا القطاع بأموال مقدرة حتى يخرج من وحدته التي وقع فيها. وبالمقابل المنظمة العربية للتنمية الزراعية تؤكد قدرة القطاع قطاع الثروة الحيوانية في السودان تحديدا على سد فجوة اللحوم الحمراء في الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات محكمة لرفع كفاءة الإنتاج. إذا ما هي هذه الإجراءات؟ نعم، نحن نتطلب أن تكون هنالك يعني محاجر يعني كبيرة جدا. نعم. فيما يتعلق بالصحة بالنسبة للحيوان، ونتطلب أيضا يعني اهتمام مهني بالأطباء البيطريين، وهنالك أيضا كوادر يعني خرجت من السودان بحجة أن السودان ليس به اهتمام بالنسبة للكوادر العاملة في هذا القطاع، وأيضا التنسيق ما بين القطاع الخاص الذي ينظم هذا القطاع الحيوي المهم في مناطق الإنتاج والصادر، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات فيما يتعلق بالمسار بالنسبة لهذه الثروة الحيوانية. معلوم أن هنالك يعني مشاكل كبيرة جدا تواجه هذه الثروة الحيوانية فيما يتعلق بالمراعي، وفيما يتعلق بعلاقتها بالزراعة، فيما يتعلق بالترحيل، وما يتعلق أيضا بتوفير مياه الشرب بالنسبة لهذا القطاع الحيوي. ولذلك فإن المنظمة العربية تتوقع أن تكون الفترة المقبلة فترة هي توجه عام من قبل الدولة حتى تنفذ أجندة المؤتمر الذي عقد في العام 1975 بأن السودان سوف يسد الفجوة الغذائية العربية بما يتميز به من ثروة حيوانية وقطاع زراعي مهم جدا. طب هل تتدخل ربما السياسة في بعض الأحيان في منع أو منح صادرات اللحوم لدولة بعينها؟ لا تتدخل السياسة بصورة واضحة في مسألة إنه يعني تكون هنالك يعني صادرات لدول بعينها، ولكن السياسة تتدخل في مسألة عدم الاهتمام بهذا القطاع. يعني هذا التدخل من السياسة في هذا القطاع هو الذي يجبر كثير من الذين يعملون في هذا القطاع باستخدام أساليب مختلفة جدا فيما يتعلق بالتهريب إلى بعض الدول، فيما يتعلق بالذبيح غير المقنن، فيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم والرسوم المفروضة عليه. ولذلك فإن السياسة لا تتدخل مباشرة فيما يتعلق بالصادر إلى بعض الدول، ولكنها تتدخل بصورة غير مباشرة في عدم إحكام الرقابة لهذا القطاع، وعدم تنظيم هذا القطاع، وعدم يعني توفير المبالغ اللازمة للبنيات التحتية المتعلقة بهذا القطاع. ولذلك فإن القطاع يتطلب من الحكومة الانتقالية أو الحكومات التي تأتي إلى السودان أن تهتم، أو يكون هنالك توجه حقيقي من قبل الحكومة للاهتمام بهذا القطاع
بتنفيذ كل مطلوباته الأساسية مما يتعلق بالبنيات التحتية وإلى الصادر. صحيح، يعني يجب الاهتمام بالثروة الحيوانية الأكبر في العالم العربي. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي والمحلل الاقتصادي عاصم إسماعيل، شكرا لك. رغم النمو الكبير الذي تشهده دول الخليج في قطاع تربية المواشي، إلا أن السعودية تواجه ضربة اقتصادية قوية اليوم في هذا القطاع بعد أن أعلنت الكويت واليمن وروسيا حظر استيراد الدواجن والبيض من السعودية بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور. وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أعلنت أن السعودية أبلغت عن أول تفشٍ لسلالة HTN8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن. وأكيد للحديث أكثر حول الأزمة في السعودية وعن واقع الثروة الحيوانية في وطننا العربي من عمان معنا الدكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي والطوارئ. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. في البداية من الخليج، كيف ستؤثر أزمة إنفلونزا الطيور في السعودية على نمو الإنتاج الحيواني في هذه المنطقة؟ الأمراض المتفشية في الثروة الحيوانية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن خلينا نروح للحالة الخاصة الموجودة حاليا في السعودية. هي من فصيلة الـ H5N8 ووجدت في بؤرة واحدة فقط، وتم تحديدها والتخلص من 35 ألف طير في هذه البؤرة. كذلك أيضا بالذات الـ H5N8 لا ينتقل إلى الإنسان ولا يؤثر على صحة الإنسان، لذلك شيء جيد من السلطات في أي دولة محددة أن تقوم بالإبلاغ المبكر والإبلاغ عن الحالات التي لديها حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. فبشكل عام هنالك تأثير، لكن هذا التأثير سوف يزول تدريجيا لقدرة السعودية في مجال الخدمات الطبية البيطرية على المتابعة وعلى حصر أي بؤر محتمل حدوثها. إذن التأثير يعني من المتوقع أن يكون ضئيل كما ذكرت، وليست هناك خطورة، إن كانت هناك خطورة ستكون على الحيوان ليست على الإنسان. طيب بعيدا عن الأمراض، ما هي ملامح خطة الخليج اليوم لنمو قطاع الثروة الحيوانية؟ عندما نتحدث عن ملامح يجب أن يكون هنالك خطة. الخطط الموجودة في دول الخليج هي خطط خجولة ومحاولات بسيطة وليست شاملة. الثروة الحيوانية هي جزء في سلسلة الإنتاج للقطاع الزراعي تام كاملا. دعم القطاع الزراعي لا يتم أبدا عبر قرارات، وإنما عبر سياسة متوسطة أو طويلة الأمد ويكون لها دور واضح. على سبيل المثال، إشراك القطاع الخاص في القطاع الزراعي هذا من أهم أسس نجاح الإنتاج الحيواني والزراعي وغيره. في الخليج هنالك تفاوت في إشراك القطاع الخاص بين دول الخليج، هذا واحد. الأمر الآخر، الاهتمام بكامل سلسلة الإنتاج، وعندما أقول سلسلة القيمة، وعندما أتحدث عن سلسلة القيمة أتحدث عن تصنيع هذا الإنتاج سواء ألبان أو لحوم أو جلود أو غيرها لما يأتي من وسيلة جاذبة لهذا الاستثمار. أتحدث عن التوزيع وفتح الأسواق التي تستطيع أن تستوعب هذا الإنتاج. في محاولات جيدة وفي نتائج ممتازة في مجال التصنيع الإنتاج الحيواني في السعودية، ونرى تمدد إنتاجها إلى الدول المجاورة، لكن ما زال هذا هو عبارة عن محاولات زي ما ذكرت خجولة لا ترتقي إلى مستوى استراتيجية واضحة المعنى. جميل. طيب ما هي أبرز مشاكل قطاع الثروة الحيوانية حاليا في مناطقنا العربية؟ كما ذكرت في البداية هو ضعف التخطيط الزراعي أولا. ثانيا هو الافتقار إلى الخدمات الأساسية. الخدمات الأساسية تشتمل على رأسها الخدمات البيطرية. عندما نتحدث عن الخدمات البيطرية ونقل التكنولوجيات في مجال الثروة الحيوانية والاهتمام بالعلف وندرته في مناطقنا نتيجة التغيرات المناخية، إضافة إلى ماء الشرب وقلة الأنهر والعيون الموجودة في مناطقنا التي تتيح للثروة الحيوانية
أيضا وتوفر لها مياه الشرب. هذه الأسباب كلها ممكن أن تؤثر إلى انخفاض إنتاجية هذا القطاع. يعني مشان أكون واضح مع المشاهد، إذا اهتمينا بنوعية العلف والمياه والظروف التي يتم تربية الحيوان فيها، ممكن أن يرتفع إنتاج اللحوم إلى الضعف وإنتاج الحليب إلى الضعف. إذن ضاعفنا الإنتاج بنفس الأعداد. هي ليست مشكلة أعداد، وإنما هي مشكلة تخطيط من أجل أن يتم توفير كامل سلسلة القيمة لهذا القطاع. وبالأساس عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار، لا أقول العزوف التام، وإنما الاستثمار لم يصل إلى المستوى الذي يجعل من دولنا العربية قادرة على أن تنافس في السوق. وهذا ولكن الحكومات العربية ربما في سعيها يعني لتنمية الثروة الحيوانية، يعني بعضها اتخذ بالفعل قرار بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية. نعم، القرارات متخذة والدعوة من الحكومات إلى إشراك القطاع الخاص متخذة، لكن لا تنسى أن القطاع الخاص يهمه ما يجري على الأرض. يهمه على سبيل المثال ارتفاع التكلفة بالنسبة لنا. إنتاج الثروة الحيوانية مقارنة بإنتاجه في دول أخرى عندنا عالي، وهذا يعود إلى ارتفاع سواء الأعلاف أو المراعي أو المياه أو الخدمات البيطرية أو الخدمات الأساسية أو حتى أجور العاملين. فهنا يكمن، يعني أعطيك مثل بسيط، أنا عوضا عن أنشئ مزرعة أبقار في عمان بإمكاني أن أستوردها من دول من أمريكا الجنوبية أبقار حية وبأوزان صغيرة وأربيها، وكن على ثقة سعر الكيلو لا يتجاوز 25% من سعر الكيلوغرام الموجود عندنا. نعم دكتور، بس خليني أرجع لبعض الأسباب اللي ذكرتها وهي موضوع الجفاف والأوبئة، هي يمكن من أبرز التحديات أمام العاملين في هذا القطاع. في معظم الدول العربية ممكن أنه فعلا تكون في هذه المشكلتين، ولكن كيف يتم حل هذه المعوقات؟ هل هناك دعم حكومي أو منظمات عالمية تساعد العاملين في هذا القطاع؟ دعينا نركز على الدور الحكومي. دور وزارات الزراعة في الدول العربية قاطبة يجب أن يشتمل على تقديم الخدمات الأساسية لهذا القطاع وغيره من القطاعات الزراعية. وأهم ما يميز قطاع الثروة الحيوانية هو الخدمات البيطرية. هذه الخدمات التي سوف تؤهل للفلاح الصغير أو المستثمر من أسباب تجعله واثق من استثماره ومتأكد بأن الناتج سوف يكون مجزيا. لذلك إذا بقينا نعتمد في ظل هذه الظروف على دعم الدول المانحة ودعم الدول الأخرى، سوف يكون اعتمادا موسميا لن يصل إلى أسس مستدامة للتنمية الثروة الحيوانية في وطننا. وهذا يقودنا أن نذهب إلى أصحاب القرار ونقول بصوت عالي أن الاهتمام ودعوات القطاع الخاص ليست كافية إن لم تستطع أن تضع هذا القطاع بشكل جدي أمام التحديات وتخصص في ميزانيتك. ترفع، إذا نظرت إلى ميزانيات الحكومات الزراعة في الحكومات العربية تجديها نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، لا تقارن بما هو متأمل من هذا القطاع. فبالأساس الدعم الحكومي قبل أن ينظر إلى الدعم من الدول المانحة يجب أن يكون من داخل الدول وزيادة حصة الزراعة والخدمات في ميزانياتها. نعم، كنت معنا من عمان الدكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي والطوارئ، شكرا لك. منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، يخوض الأطباء والمختصون والمنظمات الصحية العالمية معركة شرسة ضد مخلوق أصغر منا حجما بحوالي 5 ملايين مرة.
يبذل العلماء جهودا مكثفة للتصدي لفيروس كورونا وكبح انتشاره حول العالم، فقد استعان بعضهم بوسائل تكنولوجية معقدة لمتابعة أنماط انتشار الفيروس، بينما يعكف علماء الفيروسات على تطوير لقاح جديد باستخدام أساليب التعديل الجيني. وفق ما أكده المحرر العلمي لراديو NPR الأمريكي، هناك طريقتان أساسيتان لوقف الالتهابات الفيروسية بشكل عام. الفكرة الأولى من خلال عقار تجريبي واسع المفعول مضاد للفيروسات يعرف باسم ريمدسيفير، والذي يعمل على التقليل من قدرة الفيروس على التكاثر، والذي بدأت الصين بالفعل في تجربته منذ أسبوعين. والطريقة الثانية تتمثل في استخلاص بعض الخلايا من مريض تعافى من المرض وفحصها باستخراج أجسام مضادة منها، ثم تستنسخ هذه الأجسام المضادة لبحث مدى فعاليتها كلقاح للفيروس. بينما يستمر عدد ضحايا فيروس كورونا من وفيات وإصابات في الارتفاع، يتساءل البعض إذا كان من الممكن معالجة المصابين، والإجابة هي نعم. أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع في مختلف أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 78 ألف إصابة، تم تسجيل معظمها في الصين. منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر الماضي، بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس أكثر من 2400 شخص، غالبيتهم في الصين. ونشرت وكالة BNO الإخبارية الهولندية إحصاءات أظهرت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ أكثر من 18 ألف شخص حول العالم. دراسة كبيرة أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين أشارت إلى أن 80% من حوالي 44 ألف مصاب بفيروس كورونا الجديد أظهروا أعراضا بسيطة فقط، ومن المتوقع أن يتعافوا تماما. يقر أخصائيون في مجال الصحة بأن وسائل الفحص تطورت مقارنة بذي قبل، فبمجرد ظهور الأعراض على المصاب يتم نقله إلى المستشفى بشكل تلقائي، ويبقى هناك تحت المتابعة الطبية في مكان معزول حتى تنخفض درجة حرارته. وفي حال العدوى الجرثومية المضاعفة يتم العلاج بالمضادات الحيوية، وربما يتم أيضا إعطاء المريض كميات إضافية من الأكسجين لتعويض النقص الذي تسببه الإصابة بهذا المرض. ما زالت هناك الكثير من الاستفسارات والأسئلة حول فيروس كورونا. ينضم لنا الدكتور كمال عكاش، أخصائي الأمراض الوبائية والمعدية. أهلا وسهلا بك وصباح الخير دكتور. يعني الناس في حالة توجس وخوف وهلع بسبب هذا النوع من الانتشار الغير معروف الأسباب إلى حد ما، ولكن في البداية لو نعرف وش الفرق ما بين العدوى الفيروسية وعدوى البكتيريا؟ هن الاثنين مخلوقات مجهرية صغيرة جدا، بس الفيروس أصغر بكثير من البكتيريا، مشان هيك عنده إمكانية أن يدخل الخلايا ويقعد فيها لفترة أطول. في بعض الالتهابات الفيروسية قد تكون مزمنة. هذا الفرق المجهري بيناتهم. طيب اللي بيشغل العالم اليوم هو العلاج، هل يوجد علاج أم لا؟ تحدثنا عن هذا العلاج سمى ريمدسيفير، هل يعني آخر ما توصلت إليه الأبحاث الطبية تشير إلى أن هذا العلاج بالفعل هو علاج مضمون وآمن أيضا لفيروس كورونا أم لا؟ هلا لسه انه هل وجد العلاج يا شباب؟ لا لسه، بس المحاولات المحاولات هلا كثير ايجابيه، يعني كلها تجريبيه. تجريبيه بس النتائج الاوليه كثير مشجعه. يعني مثل ما تفضلت هلا الابحاث جاريه، وحتى اللقاح كمان. هلا بعض الدول عم تقول انه هلا صاروا في نصف الطريق لايجاد اللقاح، غير الصين في دول اوروبيه باخرها كان ايطاليا اعلنت، والثاني يعني الابحاث جاريه إيجاد اللقاح. كان في حديث أيضا عن استخدام علاج الإيدز في معالجة فيروس كورونا، يعني كيف يتم هذا؟ طبعا أول ما بلشوا الجرثومة جديدة، كل أنواع العلاج اللي نحن معروفة لدينا وجربناها سابقا، بتعرف الإيدز يعني مرض نقص المناعة بنعرفه من زمان، وعندنا كثير من الأدوية التي يعني تقضي على هذا الفيروس، وعدة ميكانيزم لهي عم يحاولوا يجربوا بعض منها قد تكون مفيدة ضد الكورونا فيروس. بعض منه مفيد، بس انه علاج كامل لا لسه بكير. لسه ما في اي معلومات تثبت. طيب دكتور، يعني في من سيره موضوع الشفاء وان الواحد ممكن يشفى من كورونا، سمعنا حالات انها شفيت من هذا المرض، ويذكر ان هناك صيني شفي من المرض ولكن اصيب به مره اخرى فيروس كورونا. هل فيروس كورونا برضه من الامراض التي ممكن يصاب بها الشخص
أكثر من مرة بحيث إنه ممكن تكون مناعة حوالين نفسها فبالتالي ممكن تتطور؟ هلا ممكن بالتغير جزء تغير بسيط كتير بالجين تبع الفيروس بيعطيه فرصة إنه ممكن يصيب مرة تانية. هشوفي مثل الإنفلونزا من سنة لسنة بتتغير حتى اللقاح ونرجع منصاب فيها مرة تانية. ممكن لسه الأبحاث جارية. المفروض يكون عندنا مناعة يعني لأي التهاب فيروسي ولا بكتيريا بعد الإصابة المرة الأولى. بس كمية المناعة ومن الشخص الممكن يمكن يعني يقوم بهذه المناعة لسه بكير. ولكن هل ممكن الفيروس يتطور بسرعة؟ يعني ظهر بقاله 3 شهور ممكن أن هو يتطور وتظهر منه نسخة تانية في خلال فترة قصيرة كده؟ ما بنقدر نقول لسه لأنه تحدثنا عن حالة واحدة من 80,000 حالة أنه يصاب مرة تانية. لسه يعني الجواب على هذا بكير. صحيح. طيب يعني الناجون يعني من هذا الفيروس كثر. دراسة يمكن لحوالي 44,000 مصاب بفيروس كورونا وصلت إلى أنه 80% منهم لم يظهروا أي أعراض أو أظهروا أعراض بسيطة ومن المتوقع أن هم يتعافوا تماما. لو تحدثنا عن هذه الأرقام كيف يمكن أن نقارن فيروس كورونا بالفيروسات السابقة؟ كثير جميلة. يعني أنت مثل ما تفضلت قلت فوق 80,000 حالة وحالات الوفاة 2400. عم نتحدث عن حوالي 3-3.5% أقل من 4%. هلأ بعض فيروسات السابقة من أكثر من عقد من زمان يمكن نعرف مثل السارس وغيره كان حالات الوفاة تجاوزت 10%. يعني هذه الأرقام كتير إيجابية أنه أقل بكتير الوفيات التي تحدث بعد الإصابة أقل بكتير من أي فيروس ولكن سابق. الانتشار أسرع. الانتشار أسرع. أيوة. دكتور يعني زي ما ذكرنا أنا وباسل اللي في بداية الحلقة أنه على قد ما تكون في حملات توعية وأشياء وقائية احترازية وغيرها إلا ما زال الفيروس ينتشر بين الناس. وكمان يعني في دراسات ومعلومات ربما تكون صحيحة وربما تكون مغلوطة. ولكن إيش هي الطريقة الصحيحة حتى الواحد يحمي نفسه ويقي نفسه إنه هو يصاب بهذا الفيروس؟ طب الوقاية اللي تحدثنا عنها البسيطة جدا. أي. استعمال الكمامات واغسل إيدك والتغسيل الإيد والتغسيل يعني لفترة طويلة أكثر من 20 ثانية واستعمال شيء بسيط جدا هو الصابون مش أكثر. طبعا هي يعني الوقاية خير من ألف علاج. حتى يولد علاج المفروض بس الوقاية. طيب أحد المشاكل اللي بتخلي الموضوع أصعب يمكن أنه هذا الفيروس بينتشر في موسم الإصابة بالإنفلونزا كمان في نفس الوقت. يعني والمشكلة هنا أنه الشخص لما بيصاب بأعراض ما يعرفش دي أعراض إيه. وطبعا في هلع من الهلع بتصيب كل الناس لو قالوا شوية حرارة مثلا أو احتقان في الزور مثلا يحس أنه ممكن يكون ده فعلا فيروس كورونا. إيه العرض اللي لو قال الواحد لازم يعرف أو لازم يخلي باله بشدة أنه هو لازم يروح يكشف عند المستشفى ويتأكد أن ده مش فيروس كورونا؟ أنه مش كل واحد طبعا هيجيله شوية أعراض هيروح المستشفى ولا إيه؟ تمام. ما تفضل شوية أعراض بس. كلام جميل جدا لأنه الأعراض للالتهابات الفيروسية العادية المتعودين عليها مثل الإنفلونزا A والإنفلونزا B هي نفس أعراض الكورونا. نفسها. بعض الالتهابات الشديدة إذا كان عندي أعراض شديدة صار عندي حرارة عالية جدا والسعالي قوية جدا هاي في جميع الأحوال لازم يكون المريض يشوف يعني يطلع على يشوف طبيبه ولا يشوف يروح على المستشفى. يعني لو جات له بعض الحرارة يعني يستنى لحد الحرارة توصل لنقطة معينة ولا من البداية يروح المستشفى؟ مش بعض الحرارة. بعض الأشياء نسبية إذا كان تحت يعني 38 مثلا فوق 38 الخلاق يعني وين إمتى بروح؟ إذا كان عندي أنا شخص جهاز المناعة تبعه أضعف كبير بالعمر عنده أمراض مزمنة صغير في العمر هدول بيكونوا معرضين للالتهاب لشدة الالتهاب تكون أكثر عندهم. هالأشخاص هدول نحن ننصح فيه إنه يكون بي يعني ببداية المرض إنه يشوفوا يعني يشوفوا يتحبوا على المستشفى ولا يتصل بطبيب مريضه عفواً بطبيبه ليهم. طرق الوقاية هي الأهم بالنسبة لي أنا يا دكتور. يعني بنعرف إنه سمعنا إنه من الإجراءات اللي طبعاً سووها حتى إنه يتم الحد من انتشار هذا الفيروس مثلاً عدم استيراد بعض المنسوجات والأدوات من الصين وغيرها. وكمان سمعنا عن إغلاق بعض المطاعم اللي مثلاً وجدوا فيها بعض الزوار أنهم مصابين بهذا المرض. السؤال هل ممكن إنه ينتقل الفيروس فيروس كورونا تحديداً عن طريق مثلاً الملامسة الملابس أو استعمال الأدوات أو إنه حتى أكل بعض الأطعمة؟
هذا لا ما في عندنا انه الاكل بالذات يحمل هذا الفيروس. أوكي. والالتهاب عن طريق الهواء طبعا او العطس السعال التلامس المباشر ممكن عن طريق الاكل لا او حتى أي. الادوات يعني هلا في بعض صرنا شويه اكستريم نقول لك لا المنتوجات الصينيه الالات الصينيه لازم نستعملها هلا هالكلام مش مزبوط الفتره يعني اللي ممكن يعيشها الفيروس خارج جسم الشخص قد ايه يعني مثلا هنتكلم على الاشياء الحاجات اللي بتتصدر مثلا او اي شيء لمسه شخص الفيروس ممكن يعيش على السطح ده لمده قد ايه لمده مش تكون اكثر من ساعات يعني حتى اذا دقائق لسه عندنا ما عندنا معلومات كافيه بتقول بس مش لانه بتم ايام وبيدخل بيقعد بالاله وبينتظر حتى الاله تسافر لمكان ثاني ويطلع منها لا شوي شوي اكستريم مسلسل الرعب غير اكيد العمر واحد يا دكتور في الاخر انا اشكر وجودك اليوم وشكرا شكرا على هالمعلومات شكرا لك شكرا لك مشاهدينا يعتبر توالي سنوات الجفاف وانحباس الأمطار وتراجع مستويات المياه العذبة من أبرز الإشكاليات التي تواجه المغرب في الوقت الحالي طبعا خصوصا في ظل تداعيات التغيرات المناخية التي أصبحت آثارها ملموسة مؤخرا هذا ويعد المغرب من بين الدول التي صنفتها العديد من التقارير الدولية ضمن الدول المهددة بالجفاف نتيجة هدر الموارد المائية وعدم انتظام إسقاطات المطرية في المغرب جفاف يتربص بالأرض نتيجة مستويات الضغط العالية على الموارد المائية التي تتسم أصلا بالندرة وعدم انتظام التساقطات المطرية الأمر هنا يزداد سوءا في ظل التوسع الاقتصادي الذي ضاعف معدلات الطلب على المياه ما ينذر باحتمالية حدوث أزمة مائية في المستقبل القريب حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون ذلك تضاعفت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب في محطة المعالجة هذه في السنوات الأخيرة من 1400 لتر في الثانية إلى 3300 لتر في الثانية نظرا للطلب الكبير على مياه الشرب وانخفاض المياه الجوفية الأمر الذي دفع بنا إلى إيجاد الحلول من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية لنقل المياه لطالما كانت سياسة السدود وسيلة فعالة في تجنيب المغرب مجموعة من الأزمات والمشاكل المرتبطة بضمان تزود المواطنين بالمياه الصالحة للشرب ومياه السقي التي تخدم الأنشطة الفلاحية لكن في المقابل موجات الجفاف منفكت تحول بين الفينة والأخرى وفقمتها سوءا الأنشطة البشرية والصناعية والفلاحية جميعها تستنزف نسبا عالية من موارد الماء المتاحة فأضحت تهدد تزود المغاربة بهذه المادة الحيوية تأثير التغيرات المناخية على موارد الماء ترافقت مع إفراط الناس في استخدام المياه الجوفية لقد لوحظ في الآونة الأخيرة لاستخدام المفرط للمياه الجوفية فعلى مستوى المنطقة المغاربة يستغلون المياه الجوفية الرئيسية بكثرة وينبغي التصرف عاجلا وفرض الرقابة الحكومية اللازمة لترشيد استهلاك المياه يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد المعطيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدستوري المغربي حول ندرة المياه تؤكد أن الوضع المائي المغربي قد دخل مرحلة الخطر ما يضع الأمن المائي في أولويات الأجندة الحكومية للسنوات المقبلة وقد تأتى عن ذلك أن سنت الحكومة خططا لإنجاز برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 و2027 في إطار مشروع ضخم من المتوقع أن يكلف استثمارات بقيمة تتجاوز 115 مليار درهم مغربي لدعم وتنويع مصادر التزويد بالماء ومواكبة الطلب عليه وضمان الأمن المائي والحد من آثار التغيرات المناخية أهلا بكم مشاهدينا من جديد وصلنا لجولتنا الرياضية ونبدأها من الإمارات حيث تتجه أنظار العالم اليوم نحو إمارة دبي مع انطلاقة النسخة الثانية لطواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وسيقام السباق خلال الفترة من 23 إلى 29 من فبراير بمشاركة 140 دراجا عالميا يمثلون 20 فريقا
من 5 قارات. وتأتي النسخة الحالية بزيادة المسارات وتنوعها، وذلك لمسافة أكثر من 1000 كيلومتر خلال 7 أيام، وهذا يزيد عن المسافة التي خصصت للحدث في النسخة الماضية. وينضم إلينا الآن مراسل الحرة محمد سيف. صباح الخير محمد. يعني في البداية كلمنا عن مسارات طواف الإمارات وكيف ستمثل ربما المراحل المختلفة المتاحة لجميع الدراجين فرصة للفوز بفئة التصنيف العام. صباح الخير باسل، صباح الخير رؤى، في الزملاء الأعزاء في استديوهات الحرة في مدينة دبي. اليوم تبدأ أولى مراحل طواف الإمارات للدراجات الهوائية من هنا من جزيرة نخلة جميرة، والمرحلة الأولى التي ستنتهي في واحد السيليكون، وهي المرحلة التي سيكون طولها نحو 148 كيلومتر. السباق في مجمله على مدار 7 أيام وفي مجمله على 7 مراحل، وهي تمثل المراحل السباق تمثل الإمارات 7 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتنوع الكبير الذي يشمله سباق هذا العام من كافة التضاريس الموجودة. سنشاهد الجبال في مدينة الفجيرة وإمارة الفجيرة، وأيضا في جبل حفيد في العين، وأيضا سنشاهد السهول والوديان، وأيضا سنشاهد مجموعة من المراحل التي قام على ساحل الخليج العربي أيضا. هذا هو التنوع الذي يشمله السباق في هذا العام، وهو السباق الوحيد في منطقة الشرق الأوسط المصنف ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية. نعم. كما أسلفت الذكر باسل أن هناك 20 فريقا يمثلون 5 قارات، وعلى صعيد الدول هناك فرنسا تشارك ب3 فرق، هناك ألمانيا تشارك بفريقين، بلجيكا تشارك بفريقين، وفريق لكل من الإمارات وجنوب أفريقيا وروسيا، وأيضا سلطنة بروناي، وفريق أستانا الكازاخستاني، وهو فريق عريق في عالم الدراجات الهوائية. هذه السباقات ستمتد حتى 29 فبراير، وتنتهي عند أحد المعالم الأساسية في مدينة أبوظبي، وهو كاسر الأمواج على ساحل أبوظبي وعلى ساحل الخليج العربي. هذه السباقات تصنف ضمن الأعلى فئة في عالم الدراجات الهوائية في على مدار 20 سباقا يضمهم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ولعل أهمهم أيضا هو سباق تور دي فرانس أو طواف فرنسا الذي يمتد إلى أكثر من 100 عام. المسافة الإجمالية لطواف الإمارات هي 1120 كيلومتر، تمتد من دبي وتشمل الشارقة، وتمتد أيضا إلى إمارة عجمان وإمارة أم قوين، ثم إلى رأس الخيمة، وعلى الساحل الغربي نتجه إلى إمارة الفجيرة، وتنتهي السباقات في مدينة العين ومنها إلى إمارة أبوظبي. إليكم الكلمة. يعني أنا فيني فضول أسألك يا محمد عن منطقة العين تحديدا، يعني سمعنا أنه هناك تزداد صعوبة التحدي في هذه المرحلة، تعتبر المرحلة 5، وإيش هي المعايير اللي ممكن تزيد من صعوبة هذه المرحلة؟ أولا اليوم الطقس حار لدرجة غريبة جدا، ونحن في شهر فبراير، وهذا ما لم يكن يتمناه المنظمون. السباقات تقام على مسافة كبيرة وتمتد إلى 5 أو 6 ساعات، والدراجين أتوا من أوروبا أو أتوا من آسيا من مناطق جليدية، فهنا تكون الحرارة عاملا سلبيا في سرعة السباقات، وأيضا تكون عاملا سلبيا حيث أن اليوم هو الأحد، بداية الأسبوع في الإمارات، وتحويل المسارات إلى طرق بديلة يستلزم وقتا ويستلزم جهدا كبيرا، ولكن يبدو أن المنظمين قاموا بمجهود كبير في هذا الشأن. وإذا فتحنا الكاميرا لنتعرف على خط البداية، وهنا بداية السباقات في جزيرة نخلة جميرة، وكما نشاهد مجموعة السباق، وهو النصب التذكاري لبداية السباق الذي سيبدأ منه 140 دراجا. وبالمناسبة كان هناك مشاركة ل 140 متسابقا في العام الماضي أيضا، ولكن من أنهى السباق بمراحله هو عبارة عن 131 متسابقا، وهي نسبة نجاح كبيرة
بالنسبة للمتسابقين. إذا تحولنا إلى سؤالك عن مرحلة مدينة العين، كما نعرف مدينة العين هي مدينة تتبع إمارة أبو ظبي، ولكن هناك من السباقات هو جبل حفيد، وهو واحد من أعلى القمم الموجودة في مدينة العين. بالفعل صعود الجبال بالنسبة للدرجين يكون مقلقا أو مزعجا إلى بعض الحدود، خاصة أنهم استمروا على مدار 4 مراحل قبل مرحلة العين في طرق ممهدة أو في وديان أو في سهول أو في مناطق تعتبر البنية الأساسية فيها بنية أساسية جيدة، ولكن صعود الجبال بالنسبة للدرجين أعتقد أنه سيشكل عائقا كبيرا، وتعتبر مرحلة العين هي مرحلة من أصعب المراحل الموجودة في هذا العام، ولكن المحترفين لا يعبؤون كثيرا بهذه المراحل، وقاموا بتدريبات كبيرة على مدار يومين في العين وفي الفجيرة أيضا. نعم. التي سيكون فيها مرحلة من مراحل الجبال والتضاريس الوعرة. إليكم الكلمة. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ويبدو الحرارة مش هتأثر على المتسابقين بس، هي الحرارة طبعا صعبة علينا كمان وإحنا شغالين من موقع الحدث. أشكرك شكرا جزيلا محمد سيف، شكرا لك. نبتعد الآن قليلا مشاهدين عن الدراجات، ونتحدث الآن عن الماراثونات. استضافت القاهرة ماراثون الأهرام الدولي في نسخته الثانية بمشاركة 4000 متسابق من 77 دولة، وشارك المتسابقون في مسافات 6 و10 و21 كيلومتر. وقد استهدف منظمو المهرجان هذا العام المحترفين والهواة على حد سواء لتصبح المنافسة محتدة وحماسية في الوقت نفسه. بعد نحو ساعة ونصف من الركض وصلت أني إلى خط النهاية لتفوز بالمركز الأول لنصف ماراثون الأهرام في سباق 21 كيلومتر للسيدات، إنجاز شخصي تحققه المعلمة المقيمة في مصر لنفسها. أنا أشعر بالامتنان لوجودي في هذا المكان التاريخي. عندما نمارس الجري في محيط الأهرامات يشعر قلبك وكأنك امتداد لرحلة إنسانية. الجري هو وسيلة تواصل، هناك مجموعات رائعة تمارس هذه الرياضة في القاهرة وحول العالم، ومن الرائع مقابلتهم والحديث معهم ومشاركة خبراتنا سويا. 4000 متسابق من 77 دولة تسابقوا في فئات 6 و10 و21 كيلومترا من النسخة الثانية لنصف ماراثون الأهرام الدولي، والذي يتاح الاشتراك فيه لجميع الفئات والأعمار. رياضة ما فيش أرخص منها، ما فيش أحلى منها، ده دواء الحياة بالنسبة لي، وأنا متأكدة إن هيبقى دواء الحياة لكل الناس، لأن بيخلي الواحد فعلا مبسوط وبصحة كويسة. أنا بجري عشان طبعا أحقق حلمي أبقى بطلة، وخدت أول النهاردة في 10 كيلو، وطبعا نفسي يعني يبقى حاجة كبيرة عشان تعب مدربي وكلنا يعني نبقى أبطال مش أنا بس لوحدي. هذا حدث ضخم بالفعل، وأنا أهوى ممارسة الجري، وجئت اليوم لمشاركة أصدقائي هذه الهواية. استمتعت بالركض بجوار الأهرام وكان وقتا حماسيا. منظمو الماراثون استهدفوا هذا العام الهواة والمحترفين على حد سواء للتوعية بأهمية الرياضة والترويج السياحي. نحاول نحن نقدم الفرصة لكل المتسابقين من المستويات المختلفة والأعمار المختلفة أن هي تشارك معنا. دي حاجة من الحاجات الأساسية اللي عملناها، أن غيرنا في المسافات اللي بنقدمها للمتسابقين. الحاجات الأساسية بالنسبة لنا اهتمامنا بالتكنولوجيا في الإيفنت، واستخدام الأوتوماتيك تايمينج سيستم اللي هو المايل أبس عشان نحسب نتائج المتسابقين بشكل دقيق جدا يعني. وكانت الأجواء الحماسية عنوان المسابقة من الجمهور والمتنافسين الذين أظهروا الدعم لبعضهم طوال فترات السباق. تكتسب رياضات الجري في مصر شعبية كبيرة يوما تلو الآخر، ووجد ممارسوها في نصف ماراثون الأهرام فرصة كبيرة للتنافس مع أعمار وجنسيات مختلفة في هذا الموقع التاريخي بهدف واحد، عبور خط النهاية. أحمد حسين، الحرة، القاهرة. والآن ننتقل إلى كرة القدم. أعلنت مشاهدينا لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارات السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم يوم الخميس الماضي على ملعب محمد بن زايد هنا في الإمارات.
واجتمعت لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والواردة من الشركة الناقلة للمباراة. وقد جاءت قرارات الاتحاد بالشكل التالي: بحيث يتم إيقاف كل من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100,000 جنيه لكل منهما. هذا بالإضافة لإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100,000 جنيه، وإيقاف زميله بالفريق عبد الله جمعة 3 مباريات وغرامة 50,000 جنيه. وفي الأهلي تم إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي 2 مباريات وغرامة 50,000 جنيه لكل منهما. ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية قدرها 200,000 جنيه. انتقل الآن إلى أخبار التنس. في أخبار التنس، توجت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 2 عالميا بلقب فردي السيدات في منافسات بطولة دبي المفتوحة للمرة الثانية في مسيرتها. وتمكنت هاليب من تحقيق لقب البطولة المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما تغلبت على منافستها الكازاخستانية إلينا ريبكيانا بمجموعتين مقابل واحد. غدا مشاهدينا سنفتح ملف مهم وهو إنجابية أو اتخاذ قرار بعدم الإنجاب، والتي أصبحت يعني أسلوب حياة نراه ينتشر يوما بعد الآخر حول العالم. ولكن هل من الممكن أن يتقبل المجتمع العربي أزواج بدون أطفال خاصة في ظل تحريمه دينيا؟ مناصرو اللا إنجابية اليوم لا يكتفون بقول أن عدم الإنجاب هو خيار جيد، بل يدعون أنه خيار ضروري علينا اتخاذه والاستجابة لضروريات أخلاقية واقتصادية. ولذا سؤالنا لكم مشاهدين على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج اليوم سيكون: هل تؤيد قرار البعض بعدم الإنجاب لأسباب اقتصادية؟ شاركونا إجاباتكم على صفحة برنامج اليوم على الفيسبوك. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا ترسلونا بآرائكم على مواقع البرنامج.